تكون مدى سعادتي لما نيكولاي نزلوا ترافلينج سيتس. نيكولاي من أعرق 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 البراندات النيش في عالم العطور. اللي يفهم بالعطور صح أكيد مر عليه عطر اسمه باتشولي من نيكولاي. هذا هو العطر اسمه باتشولي انتنس. ما أقدر أوصف لكم ش كثر هذا العطر. أول ما نزل كسر الدنيا، صار من مفضلات كل امرأة تفهم بالعطور. العطر ثباته جبار، غير ثباته ريحته المميزة واللي تفوح من أول رشة سرت وايد ناس ومنهم أنا. ميز العطور أو ميز هذا العطر تحديداً إن الباتشولي أو زيت الباتشولي المستخدم فيه ما مر على أحد قبل. العطر أساسه اللافندر والجيرينيوم والباتشولي. الفاميلي مال العطور أو العطور يندرج تحت المودي أورينتال. عطر عربي خشبي فظيع 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 شوية يعني ما له شبيه. أقوى العطور وحتى سعره مو هين، ورغم ذلك حقق مبيعات جبارة في عالم العطور. هي حق العطر الثاني اللي هو نيويورك. أنا بالنسبة لي أول مرة أجربه لأن جاي مع الست هذا، وقعت في غرامة رهيب ما يقل قوة وثباتا عن الباتشولي انتنس، ولكن كونسبته سترسي فريش أكثر. العطر وايد سترسي بس فخم، يندرج تحت عائلة السبايسي سترس أورينتال. السبايس اللي فيه مع السترس عطاه فخامة ما صارت، ما أدري شلون أنا ما كنت أعرفه قبل. أما العطر الأخير بالكوليكشن اسمه ماسك انتنس، جوه مختلف تماماً عن العطرين اللي طافوا. كل عطر له شخصية تختلف اختلاف كلي عن الثاني، علشان يمعون لكم ثلاث عطور جوهم غير تاخذونهم معاكم بالسفر. هذا العطر يعتبر من العائلة الفلورال ماسكي اللي هو في بير الروز والماسك. رهيب هم رهيب، يعني دار نيكولاي دائماً متميز في تركيبات العطرية. هالثلاثة رهيبين 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 حق السفر. كل عطر سعته 15 ملي يجيكم ببوكس أنيق. أوكي هالطريقة. لا راقي راقي راقي. أو يجيكم نفس باوتش كذي علشان تختارون أي عطر تحطونه بجنطتكم، وكرت يشرح لكم مكونات كل عطر وشنو عائلة كل عطر العطرية. أخطر شيء نزلته في بوتيكي هالأسبوع، لا يطوفكم، وسعره يسوى، لأن أنا قاعد أتكلم عن عطور نيش وفخمة وما لها شبيه.